أول فريق كروي مختلط لقصار القامة أنشأته اللاجئة الفلسطينية ريما العينة، إيمانا منها بأن كل إنسان يستحق فرصة لإظهار موهبته وإمكانياته. يضم الفريق مواهب من أعمار وجنسيات مختلفة، فلسطينية لبنانية وسورية. إحنا هاي الفئة كتير مهمشة، فحبيت إني أسلط الضوء على هاي الفئة حتى تصير زي نجم ضاوي بالسماء. إحنا قادرين نعمل كل شيء، قادرين نوصل للمستحيل أكيد ونحقق كل أهدافنا. نحن بنتمنى العالم كله، لبنان والبرة والدول العالم كلها تهتم فينا، لأنه الله خلقنا يتكفل فينا هو، بس لازم نكمل نحن المشروع، نكمل الوصية تبعتنا مثل ما بيقولوا، إنه نمشي مع الحياة، ما نقعد نستكار بالبيت، نقعد والله نتخبى لأنه نحن هيك صار، لا الله خلقنا هيك. يضم الفريق 11 لاعبا وعددا من الإداريين والفنيين. تقام التدريبات أسبوعيا في أحد ملاعب مخيم البداوي، تجمعهم الإرادة الصلبة والعزيمة لكسر القيد المفروض على تلك الفئة المهمشة وتحقيق أحلامهم الكبيرة. استفادة من هذه أول شيء اللياقة البدنية، وثاني شيء لننمي قدرتنا وقوتنا على العالم واللي حوالينا، لأنه في ناس بتشوفك عن بعيد وبدون ما تعرف من أنت وشو عندك قدرات. هاي شغلة. بالنسبة للفوتبول نحن عندنا داخليتنا مثلنا مثل غيرنا، منحب ننميها ونرجع ننبتها بقوتنا وبشجاعتنا. إنه بنلعب وبنستفاد وبنأرجي العالم إنه إحنا موجودين، ما إنه موجودين. وأنا حبيت الفريق واستفدت، قلت لازم أدخل بهالدورة واستفدت، وإن شاء الله نطلع من أرجي العالم إحنا مين. تمكنت ريما وبإمكانيات بسيطة جمع شمل أولئك الشباب والشابات، وتطمح بأن يحقق فريقها نجاحات ويشارك في مباريات مع فرق عربية أخرى، والأهم أن تتمكن تلك الفئة من الحصول على حقوقها وأن تلقى العناية التي تستحقها. حنان عيسى الغد من مخيم البداوي، شمالي لبنان.